يقول: ما هو العدل المطلوب لمن كان متزوج من زوجتين؟ وهل يدخل في ذلك عدد مرات الجماع كون الأولى كبيرة في السن؟ العدل المطلوب هو المستطاع، وهو النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، هذه الأربعة هي الواجب العدل فيها، تساوي بينهن في المسكن، تساوي بينهن في النفقة، تساوي بينهن في الكسوة، تساوي بينهن في المبيت، تبيت عند هذه وتبيت عند هذه، هذه ليلة وذي ليلة. أما الجماع والمحبة التي في القلب هذه لا يستطيع الإنسان العدل فيها، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب، في الحب والميل الجنسي، هذا غير مستطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة